عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟ حاربناكم، ذلك يكفي. ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟ أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ كمين، قتل في الليل وخداع في النهار وتهديد لمزارعين يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا. لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر وفرنسا في